في صوت الله وكيف المواسير بتبقى متنظمه بطريقه
طبعا الكوندنسر دوت بيتحس الضغط بتاع المواسير الاحراج بتاعتها السوق بتاعها الديستريبيوشن بتاعها كل الكلام دوت في المتوسط بيبقى في حدود 2000 ماسوره هي في 2000 ماسوره المواسير دي ماشي جواها ميه طبعا محتاج ميه كتير اجيبها منين مش اجيبها من الشركه لا دي تبقى موجوده على مصدر دائم للميه علشان كده تلاقي محطه شبرا الشيخ موجوده على نهر النيل حتى الجنوب اللي في حلوان موجود على نهر النيل اسيوط كله موجود على مصدر دائم للميه ترى في الاسماعيليه كان في ميه برضه ليه علشان ابرد الكوندنسر هو الكوندنسر الاساس بتاعه تبريد ميه عايز كميات مهوله وبعدين المحطه ما فيهاش كوندنسر واحد ده بيبقى فيها اكتر من طيب نرجع للكوندنسر بقى لما اجي انا اتعامل معاه مش معقول اكثر من 15 متر واعد الموازي اكثر 2000 وكلام من يبقى لازم في سيمبل زي السيمبل بتاع مين؟ بتاع الفولم السيمبل بتاع الكوندنسر اللي هو زي تساوي
انا واخد هنا مين؟ ستيم سايد. بنتكلم على البخار. البخار هنا هيفقد حراره. طيب من واحد اثنين ده اوبن سيستم. ستيدي ستيدي. يبقى ستيدي فلو اوبن سيستم. الاخ اللي جه ده متاخر بيلبس الكمامه. ها؟ وعندنا ستيدي فلو اوبن سيستم. هذه العلاقه بتاعته اللي انا عرفتها الاسبوع اللي فات. بطبقها على الستيدي. توصل لايه؟ هل في شغل هنا ولا مفيش؟ نفس الحوار زي البول، مفيش تشينج في الباوندريز، يبقى الشغل الكام في المسافة؟ يبقى كيو من واحد اثنين تساوي جنب اتش اثنين ناقص اتش واحد، المعادلة بتقول كده، اتش اثنين ناقص اتش واحد، بعد ما احنا بنلف في الابلكيشن. طيب هنا الوحدات ايه؟ الوحدات تمام؟ كيلو جول 100 كيلو جرام. طب الاشعاع هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ها؟ نيجاتيف. ليه؟ اتش 1 اكبر من اتش 2 ليه؟ كان درجه الحراره عاليه والانترنال انرجي عاليه مش كده؟ والسبيسيفيك فوليوم كبير لما حصل كوندنسيشن كان السبيسيفيك فوليوم صغير ودرجه الحراره منخفضه يبقى اتش 2 اقل من اتش 1. يبقى القيمه دي نادر ولا بوزيتيف؟ نادر. انا طلعتها في الامتحان ناقص 120 كيلو جول بالكيلو جرام. اخد الفورمار ولا لو طلعت زائد 120 اخد الفورمار؟ نيجاتيف. تطلع نيجاتيف. لو ما طلعتهاش نيجاتيف هتحط لنفسك تكتب على الرساله وتحط لنفسك السيت. ليه بقى؟ لا يتفق مع الفيزيكال مين. ليه الفيزيكال مين بيقول ايه؟ بيقول الحراره المطروده من البخار، الحراره المطروده من البخار دي خارجه من السيستم ولا داخل عليه؟ خارجه. الحراره اللي خارجه من السيستم شرطها ايه؟ الندم. يبقى لازم دي وانت عمال بتحل تبقى صح. مش اي ارقام تجمع وتطرح وتضرب وخلاص انا خلصت وتلاقي نفسك شايل الماده. لا احنا ما بنحطش لوغاريتمات ولا بشر بتنشر بتنشر ولا ناس معقده كلها ده معتقد كلام فاضي. في الحاله دي لازم الفيزيكال مينينج يبقى بزين وحاضر. طلعت الاشاره نيجاتيف تراجع وانت مطمن. طلعتها بوزيتيف من الاول خالص تحليها تاني بقى. طلعت بوزيتيف ليه؟ يبقى اكيد في تحويله غلط. في حاجه بدل ما تضربها على الاله ضربتها غلط. كل الكلام ده واقف. بعيد عن مساله تاني ولازم الاجابات باشارتها اللي انا حذرت منها المره اللي فاتت تتفق مع الفيزيكال مين. لازم تبقى الاشاره مطابقه للسيستم اللي عملها. طيب الحراره دي راحت فين؟ الحراره دي راحت للميه. يبقى الميه جايه لها حراره. الحراره ديت عايز اشوف عملت فيها ايه؟ سخنتها من تي اي الى تي بي. درجه الحراره بتاعت الميه زائد تمام تي بي. طبعا ده ليه ريليشن المحاضره الجايه. انا هوصل بمعادله من هنا يو اللي هي يو بتاعت الميه. هاخد انا هنا بتاع دي يو دو بلس رو ستيم من القرار المطالب من البخار تساوي ايه؟ تساوي ايه دو؟ في اتش 2 ناقص اتش 1 راحت لمين؟ للمية. واحنا عايزين الكوندنسر من بره يبقى الحراره المفقوده تساوي الحراره المكتسبه ما راحتش بره. يبقى لما اجمع الاثنين على بعض يطلعوا كام؟ صفر. لو ايه؟ صفر. يبقى انا هودي واحده في طرف والثانيه في طرف تاني. فبقول هنا جنابه ده يو دوت بلس المفروض بتساوي ايه؟ يو دوت جين بلس رقم سي دي جين باي ايه؟ 4.
بس خلي بالك هنا الاشاره ايه؟ الاشاره هنا ايه؟ ها؟ نجح عرفت هنا القيمه العدديه بدل ما اقعد اقعد شمال ويمين عشان تحل ما تغلطش تاخد القيمه العدديه بتاعت الحراره المفقوده من المطار تساوي الحراره المكتسبه بوصفه المطار ده احنا حسبناه اهو تساوي الكلام ده المية هتسخن كمية الحرارة اللي هي هتروح للمية هتتوقف على الكتلة بتاعتها تتوقف على الحرارة النوعية بتاعتها وتتوقف على فرق درجات الحرارة فاكرين التجربة بتاع مساعد اللي كانت في الفيزياء بتقول ايه التجربة بتاع مساعد بتعمل ليه تجربة المساعد عشان تطلع السبيسيفيك هيت يحسب السبيسيفيك هيت في المعمل بتاع الفيزياء فانت بتعمل ايه بتجيب ده المايه وتحط معرفش ايه وتسخنها وتشوف الترمومتر فرق درجات الحراره وتطبق الحراره المفقوده تساوي الحراره المكتسبه بواسطه المساعد وفي الاخر خالص تقول السبيسيفيك هيت بتاع الزيت ده طلع كسر. المهم دي معادله ليها ديريفيشن عندك في الكتاب هنقول دي هتساوي ام ضرب موتر السبيسيفيك هيت بتاع الموتر فرق درجات الحراره يعني ايه؟ الميه بديل الحراره المكتسبه بواسطه الميه دي شرفها ايه؟ طب تي بي اكبر ولا تي ايه اكبر؟ تي بي اكبر تي بي يبقى شريطها تطلع ايه؟ ها؟ تطلع ايه؟ نيجاتيف ولا بالسالب؟ بقول يا عشان انا عمال في شغل بص عايز حاجه 15 ناقص 10 يطلعوا موجب ولا سالب؟ انا بقول يعني تكنولوجيا عاليه معايا 500 الكمية دي احنا بنقول كل اللي بتحط مع الكيس التنويني ولا جايالها حراره الميه جايالها حراره حراره مضاعف وطلعتها نيجاتيف تاخد العيد كلين زيرو خلي بالك من القرار انا حذرت منها من اول محاضره خلاص طيب يبقى ده بالنسبه لمين للقدام تعالى بقى انا اصلا المعادله دي يعني المعادله دي هتبقى مطلوب من المطالب كده في الابلكيشن انت تتدرب عليها من دلوقتي يعني انا كانت سنه ثانيه امتحنت على الترم الثالث سنه ثانيه كانت المعادله دي بتتطبق طبعا اللي هو ما تدربش وحل وسهل ويطلع غلط ومشاك الصح تبقى طايره منه المساله بنحسبها دي بقى دي بنقول الام دوت بتاع النقطه دي مهمه جدا المعادله دي بتستخدم في التصميم بتاع الكوندنسر طب وليه؟ هو ده بتدور على ايه؟ في حاجه تايهه منك ولا ايه؟ مش معاك لا ايه جنبك تتفرج على كاتو كاتو زي الزفت بص عليا انا كنت بقول ايه طالب انا كنت بقول ايه الوقت ما مش عاجبكم المحاضره اللي في ده بين هنا اهو مش شايف قرب يا ابني دي في اماكن في دي شالها ليه تعدل عليه محدش يتكلم وانا بصر انت مش فاهم اكتب اللي انت مش فاهمه لما اقول اي سؤال كل اللي في نفسي ماشي طيب نرجع هنا بقى ليه بقول المعادلة دي مهمة جدا والمعادلة دي بتفضل معاك لغاية ما تتحل على المعاد دي أحد المعادلات اللي هي بتستخدم في تصميم الكوندنسر طبعا في حاجات كتيرة جدا في الميتا منصفين والفلوس هتاخدها إن شاء الله في السنوات اللي جاية بس دي أهم معادلة ليه بتساوي إيه الام دوت دي؟ الام دوت دي ليها ديريفيشن عندك في الكتاب بتعتمد على الكثافة وعلى السرعة وعلى الانرجي بتاع الماسورة اللي ماشية جواها الماسوره ليها قطر قادر اجيب الجاريه بتاعتها اللي هي بتساوي ايه هنا بقى؟ باي على 4 دي تربيع دي اللي هي الدايمتر بتاع الباي انا هنا المعادله دي بجيب الدايمتر بتاع الماسوره الكليه المجمعه بعد كده في معادلات ثانيه مش عليك دلوقتي بتطلع منها عدد المواسير تقسم بقى الديامتر الكبير على عدد المواسير تجيب الديامتر الصغير بتاع كل ماسوره. فدي في منتهى الاهميه. عشان كده
حطينا كده مخروج من ضمن المقادير في المسألة اللي جت في سنة تانية اللي هي ازاي تطلع كم مضاد. عرفت انا الام مضاد انت تختار ان احنا ايه بنختار منه الدايمتر بتاع الباي ونديله عدد المواسير عشان يقدر يطلع كتب المقصوره بتاع الباي اللي واخده. صوت المية كام؟ دايما موجود عندك في الفيلم. السرعة أو الجانب المتر على الثانية. والجاية متر كيلو. دي لو عوضت بيها كده ستاندرد انترناشونال يونتس هتطلع كيلوغرام في الثانية. تطلع كيلوغرام في الثانية. يبقى دي معادلة في منتهى الأهمية. اللي أنا بعمل فيه بالانس. ده القرار. هنا القرارة المفقودة ده بالنسبة للمهم سنة أولى سيادتك مطالب بالأبليكيشن بتاعت الإي في الاثنين دول بس ما تطلع سنة تانية هتشبع بقى من الأبليكيشن خلاص عشان تبقى أنت حاطط فريم لنفسك كده عارف إيه الباوندرز بتاعتك فين. طيب تعال نبص بعد كده بقى على الابلكيشنز الخاصه بالشغل الحلو هنا دي مور ابلكيشن الهمهمه دي فايدتها ايه؟ ده حاجه بتوجع كل اللي احط عينيا عليه وليه بيهمهم هاخد اسمي ويبقى قابلني بس. احنا بنتكلم عايز تسمع تبقى تسمع عايز تهنهن نقعد نقول حواديت ونقول فوازير ونروح نتكلم مين بقى رمضان جاي عايزين ايه بالظبط؟ هنا ولا اللي هن يطلعوا بره؟ اللي بيفهم ده يا اما يعني مش مهتم بالماده العلميه اللي انا بقولها يا اما قاعد زي الديسك سوري مش فاهم حاجه يا اما معرفش هو رجاي كده يعني هو دي مش عارف انهي طيب من الطيبس دي ها مش فاهمين؟ كم واحد مش فاهم؟ كم واحد فاهم؟ بتكلم اعدادي انا ولا بتكلم مين؟ انا بحاول ابسط على قد ما بقدر عشان اوصل لك المعلومه اللي هي مكعبله في الريفرنس في الكتاب ياخد وقت معاك في القرايه الانجليزي بتعرف تفهم ولا ما اعرفش في الرياضه بتعرف تجمع ولا كلام من ده اه اسمع ربنا يفتح عليك كده تتاسس كويس كده بتطلع يعني امتياز ان شاء الله بطل كلام بقى ها طب في اي سؤال يجي دلوقتي في ايوه استاذ ايه النظام اللي انت واخده؟ الناس كله ولا الميه دكتور ولا الميه اللي انا باخد اثنين كله مش قلنا ان الميه ديت تسخن يبقى لها حراره دي حراره مين من الهواء ولا من البخار؟ دي حراره من البخار طب الحراره اللي جايه من البخار حسبناها دي عباره عن ستيدي فلو اوبن سيستم جبناها من المعادله بتاع القانون الاول اللي في جيبك من المره اللي فاتت ولا سيبتك من جيبك موجود في جيبك دايما تحافظ عليه ماشي بعد كده طبقنا المعادله بتاع الهيت بالانس اللي هو اتزان حراري حراره مفقوده تساوي حراره مكتسبه وقلنا المثال بتاع المساعد على اساس ان المره الجايه هشرح ازاي المعادله دي بتساوي الكلام ده ليه لان دي بتتوقف على الضيوف الصرف كل ماده ليها الريسورس كتير بتاعها قدمناها ازاي ونشرح تجربه اسمها طيب يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للابلكيشن الثالث بقى ده خاص بالشغل
هو الوقت. طبعا الوقت في ديفايسز كبيره جدا، انا هركز على ثلاثه بس علشان تنجح. ايه هما؟ من رقادات الدنيا هتشرع بملاها. ايه هما الثلاثه؟ اول حاجه اللي هي التربينه. ايه هي التربينه دي؟ ببساطه شديده عباره عن ديفايس. الديفايس ده عباره عن ايه؟
نص الكوره دي هنا يا دوش هنا بتبقى حاجه قريبه ليها بس مش نص الكوره. فيعمل ايه بقى؟ يثبت الريش ديت على المحيط من بره. يبقى كده الريش كده موجوده. والريش دي بقى بتجيب لها ايه؟ بتجيب لها فلوي والدفع بسرعه عاليه جدا. فاكر انت لما رسمت انا السد العالي هنا على جنب؟ اللي بيعمل ايه؟ الميه بتدفع وتنزل. هي الميه نازله ليه؟ وفيها سرعه عاليه جدا بتيجي فقد في بوتنشال انرجي اللي تحولت الى كاينتيك انرجي. يبقى في سرعه جايه بتخبط الريشه دي تلاقي الريشه دي تاني تمشي كده. تيجي الريشه اللي بعديها تخبط في عكس ساقيه. بس انت بقى العكس. انت بتدي الميه لسه بتعمل ايه؟ بتخبص في الميه وتغلي تطلعها لفوق. احنا دي عكسها. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنخبط فيها فتبتدي تلف. طبعا علشان الدنيا ما تاخدش منك ده اللي بيتعمل كيس الميه. وده بيقول وده الخروج. دي هي التربيت. دي هي التربيت. طب انا بزق الميه دي لو جنابه بزقتها ميه زي بتاع السد العالي بسميه هيدروليك تيربين او ووتر تيربين. اسمها ايه؟ ووتر تيربين او هيدروليك تيربين. طب انا لو بزقها ببخار انا جايب البخار منين؟ جابه منين؟ بويلر. جابه من المحاضره اللي فاتت. جابه من البويلر. البويلر بقى ده هيولد البخار ويجيب البخار في الهيت كونتين بتاعته العالية يخبط فيه ويدور ويديني الباور. يبقى اسميها ستيم تيربين. يبقى أول حاجة هيدروليك تيربين أو ووتر تيربين. تاني واحدة بنسميها ستيم تيربين. تالت واحدة اسميها إيه؟ جاز تيربين. إيه جاز تيربين دي؟ دي بستخدمها في الاماكن اللي ما فيهاش ميه. زي اللي موجوده فين؟ موجوده في الصحراء. عندك في الصحراء الغربيه بيقول لك والله ده هنا عندنا بترول. طيب هنعمل ايه؟ عايزين باور. مش هنشغل الكمبريسورز مش هنشغل الدريلز مش هنشغل التكييف للناس بتوع البترول. انا قاعدين في الصحراء كده ومتكيفين في الشمس ومتكيفين عندهم اكل حلو كده وعايزين باور. برضه هتبقى منين؟ من جاز تربو. تبقى منين؟ من جاز تربو. يبقى هنا اللي بيندفع جوه هنا جازات. طيب الجازات دي بتعمل ايه؟ تضرب في الريش وتتحول الى باور بقدر اتعامل معاها. هي سنة تانية ان شاء الله هنتكلم على الجيت انجن. ايه الجيت انجن؟ اللي ترى انك ماسك. هو احد الابلكيشنز بتاعتها جاز تربو حتى صغيره كده. قالوا المحرك اسمها جيت انجن. طبعا الجيت انجن دي حاجه عظيمه. وبالمناسبه انا قلت ان السيل بتاعتي في كومبشن تشامبر اللي هي غرفه الاحتراق بتاع الجيت انجن. الجيت انجن طبعا مش مجال اشرح لكم بالتفصيل في سنه ثانيه لان هيبقى عليها سؤال. انما مبدئيا ان انا بقول جاز تربو تستخدم فين؟ في الاماكن اللي ما فيهاش ميه. انا لما دي طياره كتير في الجو في خرطوم كده بيشفط ميه ومش شغالها. لا مفيش مصدر للميه. الصحراء لو لقوا شط ميه يشربوا يبقى نعمه. هاخد الميه واشغل بيها بخار؟ لا واشغل بيها ايه؟ جاز تربو. يبقى التربينات بتاعتنا انواع هيدروليك او ووتر ستيم او جاز تربو. كل مره بقى هرسم الرسمه العقيمه دي ولا احط سيمبل زي ما حطيت للبويلر؟ احط سيمبل. السيمبل ده لو غنابه غلطت فيه مش طب لك المساله. ليه؟ زي اللي بيشرح بص جاب له بدل ما يشرح ارنب جاب له فار. فطبعا البروبرتيز مختلفه. لو ما عرفش شكله ايه وده شكله ايه ده متاكل وده برضه متاكل. طيب حط السيمبل ده بتاع مين؟ بتاع التربيه. اه
فكره شخصيه هو انت طيب هو ده كده شخصيه هو صعب منه الاول كده لو انا صعبت منه خالص
مجالك بقى ممكن تاخد عليها قرايات، لازم يبقى في احتياطات. ليه؟ لان السرعات بتاعتها عاليه جدا، ده من الروتري ماشين بتبقى سرعته عاليه غير الريسبروكيتي اللي موجود في البنش. طيب يبقى هنا الحوار ده بيقول ايه؟ بيقول ان اقصى حاجه عندك متر ونص، متر ونص يبقى فيه بوتنشال ولا ما فيش؟ في بس كلمين جنيه او 10 انا همالك، ما جرب متر ونص ده اولى. يبقى هنا ده بسرعه تقريبا بسرعه الكاينتيك هاخدها بسرعه، بس اذا كان الكونديشن بتاعي هي هو في واحد قريبه من ارجع بقى هنا دلتا اتش. طبعا هنا بيحصل تمام البريشر واحد اعلى من البريشر الثاني، يبقى الانسان بيتغير ولا زي ما هو؟ الانسان بيسوي ايه؟ اسمع الانسان اخباره ايه؟ كويس؟ كويس؟ يا عم يا روح انا بحرك في المعلم انا تعرف عن الانسان يعني يستسلم من اوله. حد يسمع عن صيدي؟ تابع ولا مش تابع؟ تابع ولا مش تابع؟ بتساوي ايه؟ كيشن بتاع الكيشن واقف يعني. اقول تاني بتساوي ايه؟ لا ده كلام يعني بتساوي الداتا انرجي زائد ايه؟ فلو انرجي. الفلو انرجي بيساوي ايه يا ابو النيكه اللي ورا خالص؟ ها؟ كله انت اخر واحد. اي وقت اللي جابك انت. ها؟ بتقول يا ابني فين اخر واحد؟ الفلو انرجي. ايوه ده انت اللي بتعمل كده. كده. ايوه واقف عشان يشوفك كده وتقعد نفسك كده. ايه هي الفلو انرجي؟ ايه هي الفلو انرجي دي؟ ما اعرفش حاجه ايه دي ايه دي ايه دي وحدات ولا كده جاي كده في دي مين لا حاجه معاك خالص دي في مين هل البريشر هنا ثابت ولا غير دي واحد اعلى من دي اثنين يبقى لازم الفلو انرجي تتغيره ودرجه الحراره بعد كده من الحسابات هتغيره يبقى في تشينج في الانسان وما اقدرش اعمل ده. في شغل ولا ما فيش؟ في شغل. يعني انا اسمع عشان تديني شغل يبقى لازم امشي على النور. هنا بقى دي بتساوي صفر بتخلي كده حاجه بيسموها اديابات. أو إنسولين غازون أو نوهي ترانسفير أو إيزوتروب يعني تقعد تشعر فيها كده جت السنة الجاية كده كلها تعرفها. كل ده معناها إيه؟ معناها كوبسيت. طب إنت ما قلنيش يعني بتيجي مع بعض أهو كوبسيت إيه اللي إذا طلبتها؟ طبعا دي من خمس ست سنين طلبناه عشان كله كان حافظ مش فاهم. طب انا بقول ان انا بعزلها ليه؟ بعزلها علشان احافظ على الانسالت، لان لو سبت التربينه دي من غير ما اعزلها يبقى الهيت كونتنت هتخفض، يبقى الشغل اللي انا هاخده من التربينه هيقل، فلازم اعزلها علشان احافظ على الهيت كونتنت اللي هو مين؟ الانسالت ده علشان احافظ عليه كله تحول لشغل من المعادله دي. طبعا في نصوص ثانيه من المعادله دي نظريا هتحول لشغل. لو في حراره ايه اللي هيحصل؟ الشغل ده هيقل. تقول ايه؟ هيقل. فهنا انسيوليتي ادياباتيك نو هيت ترانسفير ايزنتروبيك حاجات كتيره جدا. كل ده معناه في كام يا استاذ؟ سته. ادياباتيك اسمها كتير جدا. واحنا بنقول معناها ايه؟ معناها انسوليت يعني جاب بطانيه حلوه كده ولا ايه؟ علشان الحراره ما تخرجش بره. لازم الفها كويس علشان الانرجي كونتنت دي تستفيد بيها في الشغل. انما لو لقيتها بقى الحراره تخرج
تبقى انت ايه بتخدم في مرض تسخن وتفقد الحراره وانت مهندس فيلم او بعد كده في مركز كتير وهتعرف يعني ايه ازنتروب معناها الغشب والاجابات الفرد اجابات الفرد يعني ايه معظيم عزل حرارة. تعال نبص بقى كده يبقى رسلت على ايه بقى جنابك على يبدو واحد اثنين صغيرة دي اعكس الاشارة وكنش الراحة المصدر ايه جنابك القيمة اللي خارجة دي نيجاتيف ولا بالسالب؟ طيب ده بالنسبه لي اللي دي الشغل. طيب في اتنين تانيين هم ثلاث حاجات
مطالب بيه في السنة أولى بس ثلاث حاجات. فأنا أشوف وبصر وتحدي وحط فيه وقول لك خد البرشامة دي وما تروحش البرشامة دي. هما ثلاث حاجات. هذه أول حاجة اللي هي التربينة. التربينة بتدي شغل. ثاني حاجة اللي هو الكمبريسور. الكمبريسور اللي هو الضغط. وأبسط حاجة ليه المثال اللي أنا قلته في أول الكلام اللي هو الراجل اللي بيشحن الهواء في قلب القطار. ده بيشحن الهواء ازاي؟ انه بيجيب كومبريسور يسحب من الهواء الجوي او الاتموسفير ويدور الديفايس ده اللي هو الكومبريسور ويرفع الضغط ويحطه في التانك وبنابك لما تيجي تشحن القطار بياخد من التانك. وبدأ اللي بيشحن هنا الهواء اسمه كومبريسور. كلمة كومبريسور يعناها انه مشتغل على غاز. مشتغل على غاز زي الهواء اللي موجود عند الراجل بتاع القطارات. او يشتغل على فيبر زي اللي موجود في التلاجة عندك. كل شوية يقول لك التلاجة فصلت. لا. من ايه اللي بيزن ده؟ ده كومبريسور. اشتغل على فيبر. لو جالي شوية مية كده اتدمر. خلاص. اتدمر. هنا الكمبريسور ده الديفايس الثاني اللي بيدي شغل. قصه معنى ايه يا منين؟ بطاقه ماشي مع الطاقه ماشي تمام. فانت اديها تجيبها هنا تمام. ايه بقى اللي جاب يعني ده مسؤوليه هي خلاص كده دي الباور في البورتالي اللي بيبدا من المروحه الاسطوار الكمبريسور بتاع الثلاجه الكمبريسور بتاع الهواء الكمبريسور اللي هو بيضرب البايب لاين. كل ده يسميه كمبريسور. ما ايه؟ السيمبل بتاعه عكس التربيه. يعني ايه؟ بيخش من الاريا الكبيره ويخش من الاريا الكبيره. ده السيمبل بتاع الكمبريسور. انا كتبت عليه كمبريسور وهكذا جنابك كده لما تشوف شو هذا الكمبريسور. هنا في اثنين اكبر من في واحد. في موجود داخله وهي نفسها موجود داخله. ده علشان تشتغل تدل له شغل. تقول اجيبه منين جنابك؟ هتقول كهرباء شغل. انجل صغير شغال تبقى دي كده شغل. في شغل مضاف للسيستم. طيب عايزين نفس الشغل ده نرجع لنا شغل الطاقه ولا مش طاقه؟ مين اللي مجمع الطاقات مع بعضيها؟ مجمع الحبايب. مين اللي مجمع الحبايب؟ كريستالوجي. طبقه هنا لما تيجي تطبقها هنا هو السيستم اوبن ولا كلوز ستدي ولا ان ستدي تطلع المعادله. ها المعادله بتقول ايه بقى؟ واحد واثنين واحد واثنين تساوي هنقعد نلف حوالين بعضينا وفي الاخر خالص هتطلع ده كل واحد واثنين هتساوي واحد برضه مثلا. يعني النشيد اللي انا قلته قبل كده سيادة التشغيل سماعه سيبك يعني تمام. هنا اتش واحد اكبر ولا اتش اثنين اكبر؟ مين التوجه الان؟ كان في شغل الحمد لله. طيب اتش واحد اكبر ولا اتش اثنين اكبر؟ اتش اثنين اكبر لان البريشر اعلى يبقى ده نيجاتيف. طيب النيجاتيف ده معناه ايه؟ معناه ان الشغل من طرف
They are talking about physical meaning. Their physical meaning is no longer effective. The system, then I'm a Jewish hope, you can never do it. Shall I talk to you? Then we work with them in the system. Now, you can then forward. So we. Then we'll go. If you have a new, more than a minute, we can talk to you. Then I can put this up. Yes. For the on the there, we are together of the support the value. I think of my advice. Tell it, Hagar, there, I said, not my advice. I was a missionary. I was a missionary. I was ترفع المية من مستوى الأرض لجهة الدور العاشر. لوحده ولا كده شوك. كده شوك. الطاقة اللي هي الشوك أقوله كده وفي شوك. طب ليه سيمبل ولا ما سيمبل؟ ليه سيمبل؟ اللي بقى لك ليش سيمبل بارك تفضل المسألة. خايف السنب داخل على النفس بتاع التالي دي الباور. وخايف من الوحيد بتاعته. هنا واحد هنا اثنين والمام بيجيب الوقت هي السيستم والمام هي السيستم اوعى تيجي في امتحان الحاجة السم من تحت وتفرجه من النص ياخد سنة السم من تحت وتفرجه من النص ياخد سنة يعني كده في الامتحان صح وغلط يجيبوا في ثلاث اربع رسومات حط السم حط العلامة على الرسمة الصح يعني النص دي رسمة صح. تعال الأول نتعامل معاها وبعد كده نشوف هي بتعمل إيه بعد كده نقيس السيستمز اللي هي ممكن تتعامل معاها. لو أنا بتكلم على الكلام ده أوفر ولا كلوز هي شغالة على مية بس في المية أهو سميها ليه سميها إيه؟ بتاع بترول في عنده مدفرات اشتغل على زيت عندك المحرك لو فتحته كده تلاقي جوه المحرك رفصانه الترومبه بتاعت الزيت تلاقي بره كده الترومبه بتاعت البنزين ده لكم ده مش ليكويد ليكويد بنطبق عليه الكلام ده هنا الليكويد فقط اللي يستخدم في حاله البامب فبيفرق حصل شوية هواء دخل كده والدنيا قطع ايه اللي يحصل؟ تبدأ البمب شغال على الهواء وتتفرد يبقى هنا ما ينفعش انها تشتغل على فيبر او جاز طب افرض اللاين بتاع الشركة ده البلدية دي قطع المية قطع بيصلحوا خط وسيادتك سايب الايه؟ المدفع شغال تسحب شوية مية ويحصل ايه ده؟ عمال اتفرق في القطر كل ما اتفرق في القطر كل ما شويه الميه اللي موجودين يبتدي يقل عليهم الضغط لغايه ما ايه؟ مخر يبقى كانك انت شغال على ايه؟ على بخار ده في الفلود ان شاء الله لما تيجي كده بعد عمر طويل بيسموها تكهكب يعني ايه تكهكب؟ او كافيتيشن اسمها كافيتيشن دي ظاهره بتظهر في البعض بس مالناش دعوه بيها احنا بنتكلم على ايه وشغال الحمد لله بياكل ليكل ويدي ليكل مفيش اي ايفابوريشن طلع القانون الاول وطبق يطلع نفس العلاقه بتاعت الكمبريسور هي نفس العلاقه بتاعت البامب لا ورك دان اون ذا سيستم تطلع البوزيتيف ولا بيموت طيب وبعد الكتاب انا عامل حته كده فنيه شويه انك انت
ممكن تاخد البامب دي ترفع بيها الميه. ثانية يا دكتور ثانية ولا بس انا كده ما تصور انت عشان ليه هو انت بتصور بصوته انا هاخد الميه هنا من كنا احنا كتبنا من هنا كتبنا هنا بالنسبه للبامب الفانكشن بتاعتها كبيره شويه لان داخل عندي بوتنشال هنا كبيره التربينه والبريسر مش باين الكلام ده فيهم ليه؟ لانه بيحصل في الاوت بوت قريبين لبعض هنا الانرج بالاوت بوت ممكن يختلف بمعنى ادي البامب فده ده الاولاني ده في سيستم نمبر 1 اللحمة كده عشان نشوفه. هو عامل ايه بس؟ هنا سيستم نمبر 1 ممكن اخد الماسوره اللي فيها ده كده سيستم نمبر 2 والمخرج بتاع الماسوره اللي فوق اتموسفيريك وانا واخد هنا تقريبا ضغط اتموسفيريك فبيرجع ضغط تاني وبقي سيستم رقم 2 ممكن اخد المضخه بعد الماسوره سيستم وده سيستم رقم كام؟ رقم 3 وفي عندي 3 سيستم امتى اخد واحد ممكن اخد اثنين ممكن اخد 3 يعني الامكانيات كلها موجوده لو هو بيقول لك تحسب الشغل بتاع البنك انت مالك بقى ومالي الماسوره اللي اخرى تاخد السيستم الاولاني طيب قال لك عايز اقصى ارتفاع المضخه دي توصل له يبقى تاخد ايه؟ السيستم الثاني طب وانا ايه هاخد السيستم الثاني وهيخليني احسن هنا في البروجكت طب انا هاخد السيستم الثاني كل واحد ممكن ياخد السيستم اللي يريحه ويسهل له الحسابات بتاعه طيب يجي واحد يقول لك انا اخترت السيستم الاولاني ده وحسبته واحد تاني اختار السيستم التاني ده بس لف شويه الدنيا معاه وحسب واحد كات السيستم التلاته دول مع بعض كده وحسب هل الاجابات تطلع هي هي ولا مختلفه ها الاجابات تطلع هي هي ولا مختلفه ها قول لو طلعت مختلفة يبقى الكلام اللي انا بعلمه لك غلط والسيرمو دايناميكس غلط اي سيستم يعجبك هتطلع في الاول وفي الاخر لما تيجي تظبط الدنيا كلها على بعضيها تطلع نفس الاجابه ودي كنت جبتها اسمها النظر كده من 15 سنه محدش حلها فنزلت لها اكزامبل محدود في قلب الكتاب ان ثري سيستمز دول ار اكويفلنت محلول عندك في الكتاب ما لكش حاجه لو جت في الميد تيرم ما تحلهاش بقى طيب ده فيما يتعلق بالبامب طبعا البامب فيها تفاصيل كبيره جدا ونتكلم عليها برضه ان شاء الله في السنه
نيجي بقى دي نيجي 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 الابلكيشن دي هناخد ابلكيشن بقى للكوميونيتي هنا هل في ديفايس بتتعامل مع سرعات في ديفايس بتتعامل مع سرعات بدليل ان موجود عندي حاجات كتيره جدا بقدر اغير فيها السرعات واستخدمها في الصناعه ممكن استخدمها في الاغراض تعالى بص جمالك هنا، أديالاتك أو سيوليتك
هل في change في boundaries من الابليكيشنز الرجل المطور بتاع العربية محدش وقت نوصل في كده وقال لك لك لا ما حصلش. هو من الابليكيشن في معادلات على فكرة ممكن بعد فترتين ثلاثة هنتكلم على ازاي ده يبقى في المعادلات خلينا دلوقتي كده بالبلدي عشان نجري طبعا هنا نشرب لنا وهنا في بريشر ايه اللي كان يحصل في الوقت لازم يكون البريشر واحد اعلى من البريشر الثاني الميه اللي جايه من الخطوط دي جايه منين من المضخه وهرجع على الجنب البريشر بتاع المضخه اعلى من الجنب يبقى هنا في فرق في البريشر يبقى في انصار ولا مفيش في انصار في انصار ثم هنا مش اقرب من انصار تعالى كده من هنا بقى دي هتسوي ايه ممكن فيها تكون ناقص تقريبا عارف الاداء بيساوي اتش اثنين ناقص دي المعادله بتاعت النظر على ساعات واحد دي ما تعرفش دي معلومات عندك وما تعرفش تحسبها فتاخدها بصفر دي يعني تطلع مثلا ال دي تطلع مثلا 20 تتجيني كده يعني تتراصع على طول واضح؟ ده بالنسبة لي المصدر عكس المصدر حاجة بسميها ديب يوزر ديب يوزر اللي هي بتعمل ديكريز بتلعب كده ديكريز للسرعة دكتور فاليوزر بيبقى عامل ايه؟ اه تمام انا قلت هنا لو واحد نصر اثنين طبعا لي نفس المعدل تطلع برضو كنشف كنشف ومستند تبيدة ليها فين؟ تستندر فين؟ تستندر في المكان بتاع الكمبوريسورز الكبيرة اللي هي تشتغل في بتاع البترول جايلك الجاز من السويس ويخش هنا على مستورة علشان يتوزع بعد كده جنابة على البيوت والمصانع فبيضخ الغاز دوت لأجل خاطر تعصمي بيعمل ايه بقى؟ يخرج الغاز بسرعات كبيرة لو جنابة كسبته كده بينزل خط هيكسره فلازم اعمل امتصاص للكاينيتيك انرجي اللي خارجة من الكمبريسور ده على اساس ان احنا لما تمشي قلب البايو بلاينز دي تبقى ماشيه حنينه ماشيه حنينه جنابك هتفضل ماشيه بيجيب نفسك في فايبريشن ونحط ده الكاس فبعمل ديكريز للسرعه دي على سبيل المثال للفترة بتاع الكمبريس بعمل ديكريز عن طريق ايه بقى؟ ديف يوزر عن طريق ايه؟ ديف يوزر بص جنابك بقى ده اللي احنا بنعمله في سنقول ده اسمه ديفيوزر اللي هو ناشف كده والتاني اسمه ناصف اللي هو لامي ده بيلف وهو ده بيلف سنة أولى أسميه ناصف وديفيوزر السنة تانية بنسمى العكس ديفيوزر وناصف طب اشمعنى بقى قلت سنة أولى يمشي وسنة تانية ما يمشيش سنة أولى يمشي لو أصل الفلو أقل من سرعة الصوت أقل من سرعة الصوت اللي هي السونيك سبيد فده بسميه ساب سونيك نازل سرعته أقل من سرعة الصوت طب لو كان سرعته أعلى من سرعة الصوت يعكس الديفيوزر يبقى نازل والنازل تبقى إيه؟ نيوزر ربطت ولا لسه؟ خلاص احنا نشتغل ده سبب السوبر سونيك ده احنا هنتكلم ان ده نظر الفيوزر للسوب سونيك كيلو سرعته اقل من سرعه الصوت يجي واحد في سنه رابعه يضحك عليك يقول لك لا ده مش نظر ده الفيوزر قول له خدها في سنه ثانيه طيب بالنسبه للكاينيتيك انرجي
تانية نتكلم عنها برضه في شيء دلوقتي بس شوية إن شاء الله سنة تانية. نيجي بقى عند كده آخر حاجة بقى عند كده ميدا الكتاب. ما في معلومات مفيدة إذا كنت يعني فاهم يعني كل المزيد مش كفاية أي حاجة صغيرة جدا مش application بيظهر لنا في جميع التطبيقات بتاع التمليك والتكييف ده بنسميه ثروتل فالف اللي هو ثروتل فالف في الثلاجة العادية اللي هي التبديلة اليوتيوب اللي هي الأنبوب الشعرية لو حد بيفهم تبديل هنا لو يروح النهارده يسأل الراجل يقول ايه التبديلة دي عبارة عن حاجة بتعمل ايه؟ بتخفض الضغط بدل ما يجيب حاجة كبيرة ويقعد يخفض بيها الضغط يجيب ماسورة رفيعة جدا يعني الثقب بتاعها بيزيد شوية عن الثقب بتاع الإبرة عشان لما يمشي الفلو يلاقي ريزيستنس عالي ينزل البريشر بتاعه مثلا من 2 بار ل1 بار ويتباع بالطول بتاعه يعني وسط كلاب حواليهم بعضيها كده يعني 15 متر يخليهم 5 سنتي مثلا دي اسمها كابيلاري اسمها ايه؟ كابيلاري دي اللي انا هقول عليها دلوقتي كسيستم اللي كنت تستخدمها في التبريد هاجو في جزء ان شاء الله سنة تانية لفصل التبريد هنستخدمها فيها ولما توصل بقى سنة رابعة تبقى حاجة اساسية اللي هي ثروتل فالف او ثروتلينج بروسيس عملية اقتناء للفلو رغم الفلو فبيقل الفريش والاخر حاجة هنا دي رقم كام؟ رقم كبيرة سواء ستروتلينج بروسيس أبسط حاجة ليها اللي هو الفال لو عندك فال كده هنسيره انا ازاي سلم لان انا هسيره كده هنا خلاص قبل الاب ستريم ده نسميه واحد وهنا نسميه اثنين لان ما بتمشيش بعيد كده ولا حاجه ده دوب جاست على نفس الفتره ده في فلو ولا مفيش فلو؟ سيستم اوفر ولا كلوز؟ اوفر واللي دخل خرج مفيش تنفيذ صح؟ طبع عليه كل سلو يو بيقول ايه؟ يو ناقص ده يو تساوي ايه هذا؟ ايه ناقص؟ واحد زائد زائد مستوى واحد نفسه الاثنين قريبين لبعض الكلمات كلها تبقى ست في شغل هنا؟ لا تطلع ايه بقى معجل من الوقت اتش واحد يساوي اتش اثنين بل هيفضل كل البروسيسز اللي موجوده في الفالفز او ثروت الفالف اتش واحد يساوي اتش اثنين هو ده المفتاح ده المفتاح حل المسائل في سنه تانيه ده انا ازغزغكم شويه كده واقول البخار اللي خارج من البويلر قبل ما اخش على التربينه عملت له ثروتلينج فاللي مش فاهم بتاع سنه اولى ينسيها بياخد سيفتي ثروتلينج حلت له المساله حلت له المساله نزل من بريشر كذا لبريشر كذا يبقى الانسالبي ثابت لو بيحسب الانسالبي عند الخروج هو الانسالبي عند الدخول للتربينه فمن دلوقتي هتاخد ابلكيشن تبتدي عليها عشان تفهمها اسمها ثروتلينج بروسيس زي ما انت شايف تافهه جدا من غير كي بتاع مثال كبيره جدا بتحلها
واضح الكلام ده؟ طب انا هنحكي لك قوانين وحكينا علاقات والدنيا ماشيه. عايز اتعامل بقى مع البروبرتيز اللي جوه ازاي احسب الاتش؟ ازاي اطلع البريشر؟ ازاي اطلع السبيسيفيك فوليوم؟ ازاي اطلع الانترنال انرجي؟ كل الكلام ده بقى ده اللي هو الانترودكشن بتاع المحاضره الجايه اللي هي ده ايه؟ البروبرتيز اوف وركينج ميتيريال اللي هو جنابك يبقى معاك الجدول ده علشان بعد ما نشرح شويه نقول لك ايه افتح الجدول ده هو الصفحه الفلانيه والتاني على صفحه قاعد بتقول لك انا فهمتوا بقى فهمتوا ده خلاص عنوان ده شابتر تيجي بعض انا بليه كل المحاضره اللي جايه والنص اللي بعديها هينصب على البروبرتيز. بعد كده بقى ناخد البروبرتيز دي ونرجع تاني هنا نحل ده. يا سلام. الابلكيشن بعد ما عرفت المراقبه. واضح؟ الدنيا ماشيه معاك ولا لسه؟